شيء يعني ما المانع انك تبدا شيء سني؟ لا ما مش قضيه اللي سني ولا اللي شيء، السؤال ان التسجيل لازم يعني ايه هذا مهم جدا والله حتى يستفاد الناس سواء من هالطرف او هالطرف. هذا الاخ يعني رجل طيب من ضمن الذين تعرفت عليهم. انا افضل اللي ما يتسجل. خل بس صوتك. ما يصور. بس صوتك. الصوت طيب. بس الصوت يعني الاسئله والاجوبه. انا افضل ما يصير لان انا ما امثل الشيعه. لا لا اوكي خلاص هذا مصور. ولا انا امثل السنه. ايوه فبالتالي مش حديث يعني هذا ممكن يكون يدير فتنه لما ينحط على اليوتيوب. انا شفت الحديث مالك في اليوتيوب ممكن يدير فتنه او شيء. ابدا في كثير من اي ما عليه انا ما احبه. والله؟ اي ما احبه. كل مره اللي خاطرني. ما علي انا ما خلي بس الصوت والكلمات بس بس الصوت بس لا استفاد الناس ما راح يعني تاخذ لا ترد خاطر تفضل بس خلاص تمام تفضل. نعم احنا يعني قلنا ما في هناك مانع عقلي او مانع نقلي يمنعك ان تتسنى، فلماذا لا تكون سنيه؟ انا سني. طيب اذا مسمى شيعي خطا، انت قلت الشيعي لما احنا بدينا الحوار. هذا موضوع هذا ما يخلص. خليني علشان يعني الصوت يعني بدينا في هذا آه. خليك انا روح مكاني. التسمية ايه لان الحين صار صار الخلاف لغوي، يعني صار الخلاف لغوي. الشيعة كلمة شيعة رد رجع للشيعة وين اخذ من المعجم، واذا في مثلا اني شو اسمه في القرآن. طيب مادام هي فيها هذه المشاكل نردها، خلينا يعني النبي ما قال كن شيعيا يعني ما قال تركتكم على شيعة يعني ما فيها هذه، لان بالكلمة كلمة مطاطة وفيها تاخذ وقت كثير. لا انا قصدي مادام انها مطاطة فنرميها نكون مع الكلمة التي ليست بمطاطة. أيوة وهي السنة. اي خلينا اقول لك نتكلم الحين مثلا عن المذهب الجعفري الاثنى عشري. تمام المذهب الجعفري الاثنى عشري ما عندهم قرآن ولا عندهم مثلا سب الصحابة من الأشياء الواجبة يعني ومن الأشياء. أنت تقصد جعفر الصادق؟ الإمام جعفر الصادق طبعا. أي نعم هو سني ما هو شيعي. إلا هو يكون سني شيعي ما عندي مشكلة في الموضوع، أنا ما عندي مشكلة في الكلمة هذه، في الكلمة ما 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 يعني إذا ما تخرجنا عن الإسلام ولا ممتاز. إذا أنا وأنت اتفقنا أن مسمى شيعي هذه بدعة ما لها أصل. لا احنا خلينا لا نجيب الكلمة هذه نقعد نمط فيها وتضيع الوقت. لذلك نقول أنا وأنت اتفق عليها أنها بدعة دخلت علينا. النبي لا قال لا مش بدعة مش بدعة. ليش نقول بدعة؟ ترى برد نرجع فيها حين أنت تقول بدعة بتفرضها بدعة وبتأخذ أنها هي بدعة صار لازم أنا أدافع عن الكلمة هذه. إذا معنى هيك مسألة مهمة. إيه لا واخذ وقت طويل. لماذا تحسن في ما يعني بالأدلة؟ متى يصير متى الكلام يصير طويل؟ لما أنت تعاند أو أنا أعاند. لكن إذا كانت الأدلة واضحة بينة وأنت رجل عاقل بالتأكيد ستقبل، بدليل أنك ما في سني يقول يعني أنا لو تناقشت مع شيعي استحالة أقول هذه كلمة السنة يتركونها طويلة أنه هذا أصل. لكن الشيعي أنا رأيت متساهلين جدا يقول لك يا أخي أنا ما أبي كلمة، فهذا دليل على أن كلمة شيعة هذه كلمة دخيلة. علي لم يكن شيعية، النبي لم يكن شيعية، فاطمة لم تكن شيعية، هؤلاء من أهل السنة. والدليل أن علي يقول أن الوصية الكتاب والسنة كما ذكر نهج البلاغ، هذه وصية علي، وصية النبي لما النبي قال تنقسم بنو إسرائيل. لا معلش خلنا أنت تعرف شي معنى كلمة الشيعي مختصر مفيد أكيد تعرفها يعني 100% تعرف كلمة الشيعي شو تعني؟ شو تعني؟ الناس تشيعوا إلى الإمام علي. شلون يعني تشيعوا للإمام علي؟ خلنا أكمل الموضوع. يعني أخذوا سنتهم السنة المحمدية السنة النبوية إلا جاء بها محمد بن عبد الله، أخذوها من مين؟ من علي بن أبي طالب. لماذا أخذوا هذه السنة من عنده؟ ارتأوا هذه الفئة أو هذه المجموعة من الناس ارتأت أنه علي هو الشخص الذي ممكن أو الشخص الذي يستطيعون أن يأخذوا منه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ علي أخذ السنة من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل علي شايع الرسول؟ بغض النظر الحين أشوف هل الكلمة أنا لما أقول هو شيعي يعني من أتباع، إذا الكلمة هذه ما عجبت إن كلمة شيعي احذفها نحذفها مع بعض الحين عشان ندخل في الحوار. الآن معلش حذف الكلمة هل إشكال أنا أختم نحذفها خليني أختم نحذف الكلمة نحذف الكلمة هذه عشان ما تصير أنت تقول لا حذف الكلمة. أنا قلت لك المتشيع الذي يتشيع للإمام علي معناته أنه من مؤيديه أنه من
ياخذون السنه من عند الامام علي. طيب ان كان هذا الكلام صحيح، انا اتشيع للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم اتشيع له، اخذ سنتي من الرسول. طيب اذا علي ليس الاصل، الرسول هو الاصل. طبعا يعني طبعا الان هذه ما في نقاش. ان كان هذا الامر انت قلت ان مسمى شيعي لانك انت شايعت النبي، فما وجدنا له دليل. مو بنا شايعت النبي، شايعت الامام علي، لان بعد النبي، بعد النبي ما معنى مشايعه الامام علي؟ يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم صارت السنه. انا الحين اخذ 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 سنتي من مين؟ من مين اخذ سنتي؟ من في عده، انت شكل ما عارفين، في عده سنن موجوده او عده مصادر. منابع او عده مصادر او عده اتجاهات الى السنه. البخاري في البخاري ما يعني اللي جاء بها البخاري مثلا، احنا عندنا يعني ما جاء بها السنه مثلا، خلينا نقول السنه. انت قاعد نقول ابو بكر روى سنه من النبي. ايوه عمر روى سنه. أيوة. البخاري. اوكي اوكي، ابو بكر روى سنه، عمر روى سنه، الصحابه باقي الصحابه كل الصحابه او لكن لا يوجد واحد فيهم جمع السنه كلها. ايوه زي. ولا حتى علي. اوكي ولا حتى علي. إيه نعم. فبالتالي هذين اللي رووا الصحابه اللي رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعه كبيره. انا ارتأيت، انا كشيعي لما ارتأيت من هؤلاء. كشيعي انت كسني، انت متبع للسنه. كسني كمتبع للسنه. إيه؟ كمتبع للسنه. إيه؟ لما رايت هذا الشخص. إيه؟ هذا العلم عنده ما استفيد منه، انا ما يقنعني، اتجهت اليه. مثل ماذا؟ يعني مثل ماذا؟ موضوع طويل الحين، اذا رحنا مثل ماذا معناته. لا لا اذا انت ما تعطينا انا لا لا اعطيك، اقول لك اذا قلنا مثل ماذا هذا موضوع طويل، هذا هو هو موضوع البحث. ولكن انا اقول خلي اقول لك، اذا رحنا مثل ماذا هو موضوع البحث، يعني ندخل في البحث. اي ندخل في البحث. زين مثل ماذا؟ مثل امور كثيره فرعيه واصليه. يعني هل هناك امور نقلها علي من السنه واجبه، وهناك امور نقلها علي من السنه مستحبه؟ لا لا ما يعني أنا بقول لك، الإمام علي لما إجا أو فكر الإمام علي أو السنة. لما نزل الإمام علي نقول فكر الإمام علي، علي مبلغ الفكر هذا الكلام الذي تأتي به. أنا أقول لك السنة اللي جاء بها الإمام علي لما إجا وأخذ زمام الأمور أو بداية أخذ لزمام الأمور، كانت في فتنة صحيح ولا لا في الإسلام؟ ما كان في فتنة؟ لكن علي قبل الفتنة كان مع النبي، أخذ منه سنة؟ طبعا. إذا نتكلم عن هذه قبل الفتنة، هذه السنة التي أخذها الإمام علي أيام الرسول. أيام الرسول. لا. هل من ضمن هذه السنة التي أخذها من الإمام من النبي في دليل أن النبي يقول أنت معصوم يا علي؟ هذا شوف الحين من أسس الشيعة. الحين لا لا الحين رحنا، شوف احنا رحنا إلى أمور يعني أخرى. أنت تبغى تقول أنت كيف أخذت السنة؟ لا أنا ما أسأل عن هذا. أنت قلت تأخذ من علي. أي. هل ورد عن علي أنه أخذ من النبي أن النبي قال لعلي أنت معصوم يا علي؟ صحيح فيه. أعطينا الدليل. الدليل حديث الكسى، الكثى الكسى اسمه. لكن ما رواه علي. لا الرسول، الرسول نحن نريد السنة التي أخذها علي. أي أخذها من عند الرسول. الرسول لما دخل من تحت الكسى. ما أدري والله، في حديث عائشة روي الحديث هذا. نعم. لما دخلوا كلهم تحت الكسى، اللهم طهرهم تطهيرا. لكن احنا نتكلم، إذا أنت تتبع سنة عائشة ما تتبع سنة علي. يا أخي عائشة لا، لازم تتبع سنة عائشة. ليش ما تتبع سنة عائشة؟ إذا جيد ممتاز. يعني الآن ألزمك. أنت قلت لا مو قد تلزم. لا ألزمك بكلامك. لا احنا أنت قلت لي أولا. قلت لي أنت الإمام علي. ما هو الدليل اللي معصوم عصمة الإمام علي؟ إي نعم. أين كلام علي أن النبي قال له أنت معصوم؟ ما قال يعني بما معنات الكلام لما هذا؟ دخلهم في تحت الكساء. لكن هذا ما رواه علي. انا اقول لك الرسول رواه. انا ما عندي اشكال انت، لكن علي ما قال ان الرسول قال انا معصوم، ما قال هذا. انت ما نقلت لعلي سنه تثبت عصمه علي. انت متبع لعلي، ليس متبع للنبي. انت لعائشه رضي الله عنهم جميعا، انت مشايع لعلي وليس مشايع لعائشه. فالاصل ان يكون هناك دليل من علي نقله من النبي انه معصوم. Again. Again. بالإنجليزي. شوي. In English؟ بالعربي. إيه أنا قلت لي again بالإنجليزي. لأن بسرعة قلت لي. لا لأن أنا لاحظت إن الشيعة لما يضطربوا يقلبون إنجليزي. أمزح معك. طيب أنت قلت أنك مشايع لعلي. صحيح. أي متابع لعلي. ولا بد أن علي نقل السنة. أنت قلت أن علي ناقل للسنة. صحيح. عندما سألتك فيها المستحب فيها الواجب قلت اترك هذا.
الآن هناك أس عظيم عند الشيعة، بل ركن عظيم للدين، وهي عصمة علي. صحيح. أين السنة التي نقلها علي من النبي أن علي معصوم؟ فأنت تركت علي، اتجهت إلى عائشة. الحين أنت تقول عائشة، هل في حديث، هل في حديث عن الإمام علي يقول أن أنا معصوم؟ أن النبي قال أنه معصوم، وهو يقول معصوم، علي ما يقول أنه معصوم، هو اللي ناقله، هو اللي يقول أن النبي قال أنه معصوم. والله أنا أقول ما في، أنا بس أقول يمكن في كثير، بس أنا ما حاضرني. أنا عندي الأدلة التي تنفي هذا. ليش؟ وش يقول؟ يلا أن النبي يقول كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وعلي من أبناء آدم، لا بد أن يخطئ. ثم علي نفسه يقول أنا لا آمن على نفسي من الخطأ. بس فول ستوب، نقطة. هل النبي من بني آدم ولا لا؟ إيه نعم. هل هو خطأ؟ لا مو خطأ. هل النبي يخطئ؟ هل النبي يخطئ؟ إيه نعم. يخطئ النبي أخطأ. إيه نعم، النبي أخطأ في تأبير النخل. أوه. النبي معصوم فقط في تبليغ الدين، أما النبي لم يرسل إلينا مزارعا. نحن مو نحن ما عندنا مشكلة، ما مشكلة. نعم. إذا اتفقنا معناته إيه؟ ممكن الإمام علي أخطأ في النخل أو في شيء، مو مشكلة. لا لا، علي هو ما يقول أنه معصوم حتى نقول أن علي أخطأ. علي ثابت له الخطأ. أما النبي لا. إذا هو أنت تقول الخطأ عن النخيل، ما نخيل أو الأشياء اللي ما لها علاقة بالتشريع الإلهي، إيه؟ هذا ممكن الإنسان يعني إذن علي يخطئ في هذه الأمور. إذا رسول أنا أريد منك، أنت اتركني أنا. أنت الآن الشيعة ما عندهم قياس، قياس أول من قاس الشيطان. أيه؟ فأنت لا، الآن تستند على قياس، تقول بما أن النبي إن كان هذا جائز فأنا أريد أن أسمعها منك. هل علي يخطئ؟ لا ما يخطئ. إحنا أنا في عقيدتي ما يخطئ. طيب، هذه العقيدة ما لها دليل أبدا، لا من السنة ولا من الكتاب ولا من كلام علي، بل السنة عكس كلام علي، وكلام علي عكس الاعتقاد الذي عنده. النبي يقول كل بني آدم، وكلمة كل في العربية عمومية شمولية، لا استثناء لها إلا بدليل، والاستثناء جاء في التبليغ عن رب العالمين وجاء في الأنبياء، وإلا الكل يخطئ. النبي يقول بني آدم وعلي من أبناء آدم، لذلك الشيعة حتى يخرج من هذه المسألة قالوا أن علي من الآلهة. لا لا الدليل. لا 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 لا، أنت لما تكلمني أنا لا تقول لي لما لا علي من الآلهة. لا أنا، أنت منكم ما تقول. لا أنا ما أقول. إيه إذن أنت الآن بدأت تخرج من التشيع. لا ما خرجت، أنا بعد لازلت شيعي. ما خرجت من التشيع، بس أنا ما أقول الإمام علي آلهة. أنا أقول نعم. الآن لو أنت تنازلت عن هذه بدأت تتنازل أنه يخطئ. لا ما أخطأ، ما أقول لك يخطئ. لا ثابت، أنا ما أقول لك يخطئ الإمام. طيب علي لا يخطئ. ما هو دليل أن الإمام علي لا يخطئ؟ أنا عندي علي يقول أنه يخطئ، هذا كلام علي. لا ما عليش، خلي أنت عندك، أنا بعد عندي واجد كتب واجد فيه، بس خلف الكتب الحين خلي الكلام قناعات يعني. إيه بس القناعات هذه مبنية على أدلة. الأدلة كثيرة يعني. طيب اعطيني دليلا واحدا. اعطيني دليل واحد أن الإمام علي أخطأ فيه. ممتاز. أعطيك من كتب الشيعة 10 أدلة على خطأ علي. فضل. لكن قبل هذه الأدلة، كأنك تقول عدم وجود الخطأ في أحد البشر دليل على العصمة. هذا مفهوم كلامك. لا 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 لا، خليني أقول لك ليش. لما أنا أقول لك لا مو صحيح. لا لابد كلامك يعني هذا. أقول لك ليش. لا أنا كلامي يعني في عالم من قبل عالم التكوين. أنا أتكلم وياك إذا بتتكلم عن العصمة هذه في عالم التكوين. الله سبحانه وتعالى لما جاء بكون الكون هذا وكون الخلق من هذاك اليوم، هذه السلالة وهذه الناس اللي أنا اعتقد فيهم أئمة ومعصومين من هذاك اليوم ما يخطئون، ما كانوا موجودين، بس من هذاك اليوم الله سبحانه وتعالى في ترتيب الكون خلى مثل ما سوى ترتيب الفلك، كيف يسبح هذا، كيف تسبح الكواكب وكيف تسبح المخلوقات هذه كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، كيف سوى لها ترتيب، كيف سوى لها نظام. النظام البشري هو أهم نظام الله سبحانه وتعالى خلق هذا النظام من عالم التكوين، من أول. شو بدك تحكي يعني؟ أنا بتقول لي، لأن أنا اعتقادي في الإمام شو علي. شو عالم التكوين؟ إيه أنا اعتقادي في الإمام علي مو لما كان في الإسلام، في عهد الإسلامي. قبل أن يولد اعتقادك فيه. قبل في من عالم التكوين. يعني قبل أن يولد. قبل أن يولد طبعًا. طيب. في عالم الأصلاب. خليني أفهم الآن. إيه من هناك. طيب. مشكلتي من هناك مو من هني. آدم علي جاء من آدم. طبعا. ايه ادم معصوم. لا صبر خلي اقول لك بعد. قبل ادم إيه؟ طيب علي. علي كان قبل ادم. قبل ادم عند الله سبحانه وتعالى يعلم. ادم لما جاء ها وصلت وياك يا امينه.
أوصلت إياك إلى 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 موقف معين أو نقطة معينة. لما الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال للملائكة فسجدوا لآدم فسجدوا. هذا قبل خلق الكون ولا بعد؟ هذا في أثناء في الجنة الحين. الحين آدم موجود. أنت قلت قبل خلق الكون. إيه. آه تعال. هذا كلام المشكلة. لا لحظة لحظة. إيه. الحين الله سبحانه وتعالى شوي وياي شوي وياي معلش. الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الجنة صح؟ وقال للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كذا وصارت المشكلة. ها أبا واستكبر فقال لي كذا. بعدين قال لي ها الملائكة قالوا لا قبل خلق آدم. أنت شو بدك تقول؟ الله سبحانه وتعالى ويا الملائكة حواره ويا الملائكة سورة البقرة شو تقول؟ تقول أتجعلوا فيها من يسفك الدماء كذا. قال إني ما ذي كيف أنا ما حافظ الآية ولكن 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 فعلمه الأسماء كلها. مين علم أسماء؟ اللي هو علم علي. مين لا ما في علي. أنت وين علي الحين؟ ما هذا هي لا أنت شو القرآن شو يقول القرآن يا أخي؟ ذكرني أنا ما حافظ القرآن. طب حب علينا. أنا ضيعت أنا في شو لا مع مع لما معلي. قال لما قال أنت شو بدك تحكي لي؟ بدك تثبت لك ماذا؟ أنا بغى أثبت لك ماذا حتى نفهم عليك. لما يعني قبل الكون والكون وترتيب الكون والآن في الجنة. لا 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 أنت شو بدك تثبت يعني حتى نفهم عليك؟ الله سبحانه وتعالى لا شو بدك تثبت؟ خلي أثبت لك أن الإمام علي معصوم من عالم التكوين. يعني قبل خلق الكون ما أدري من عالم التكوين. شوف عالم التكوين عالم التكوين يعني الكون تكون أو لم يتكون. شو تقصد أنت بعالم التكوين؟ يعني الله سبحانه لما خلق هذه المخلوقات، لما خلق هذه الأكوان، لما خلق هذه الكواكب، نور هؤلاء نور أهل البيت هؤلاء في هذه الأثناء الله سبحانه وتعالى خلق هذاك الترتيب من هذاك النظام. خلينا نفهم عليه. إيه هذا هو الفكرة يعني اللي أريد أوصلها. طيب يعني وصلت الفكرة نوعا ما. أنت تقول أن الكون خلق والإنسان لم يخلق، مو هيك؟ والله ما أدري يعني الكون هذا الكون أي كون تقصد فيه؟ اللي أنت قصد أي كون تحكي عنه؟ ما في كون واحد. لا 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 شوف هذه الآية واضحة في القرآن. أتجعل فيها من يسفك الدماء؟ الملائكة إيش دراهم إيش عرفهم في هذه الأرض إن الناس بتيجي بتسفك الدماء؟ الملائكة شو عرفها بالموضوع؟ ما أدري ممكن الله عرفهم. لا يعني لأن معليش هم كانوا يعرفون. هل الكون يقصدون فيه هذه الأرض اللي نحن فيها ولا في عوالم أخرى؟ أنا الآن سؤال هم الله أعلم أو كان هناك خلق الملائكة رأوا أن هؤلاء الخلق تشاجروا فيما بينهم وحصل الدماء أو كانت الأرض يسكنها الجن. أنا هذا كله فبالتالي هو هذا أنا أفهم. أيوة كيف هذا من الأدلة على عصمة علي؟ أيوة برافو عليك. الله سبحانه وتعالى في هذا التكوين في هذه العوالم أراد لهذه البشرية والإنسان هو أفضل المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى أن يكون له منبع نور منبع حياة يستفيد أو يأخذ مجراه أو يأخذ طريقه أو يأخذ معلوماته أو يأخذ طريقه. أبو محمد سؤالي واضح، هل في دليل على عصمة علي؟ كلامك هذا كله علي لا يتفق معه. علي يرى أنه يخطئ والنبي يرى أن علي يخطئ، فكيف الآن تتجه إلى أدلة كونية ونور الملائكة؟ أيوة. ونور الكون وعلي نفسه لا يقبل بهذا. يعني أنت الآن مخالف لعلي. علي يقول لا آمن على نفسي من الخطأ، وأنت تقول علي معصوم. إيه طبعا هو لا يأمن لنفسه من الخطأ. إيه؟ يعني ما معناته أنه مثلا الخطأ اللي تقصد فيه أنه مثلا في الزرع أو في الكذا، بس في التشريع. طيب خلينا نفهم في التشريع. يعني تقول علي يخطئ في الزرع، قولها واضحة خلينا نفهم. والله ممكن يخطئ في الزرع ما أدري يعني ما عندي فكرة، بس في التشريع أنا أتكلمك في التشريع. إذن أنت لا تدري إن كان علي معصوم في الزرع أو لا، لا تدري. بس هو عنده علم السماوات والأرض. عنده الزراعة ليس من علم السماوات. عنده فلذلك ليش يخطئ فيه؟ ليش يخطئ؟ ولا في دليل من ولا في يعني. إذا أنت الآن خالفت كلامك تقول ممكن يخطئ في الزرع، الآن تقول لا بس عنده علم الأولين والآخرين. فأنت ما يعني أنت المشكلة ربما نشأت في بيئة يعني شربت هذه العقائد ولكن علي يخالفك فيها، فأنت الآن مخالف لعلي. أيعقل؟ لذلك أنا دوما أطلب منك
إن كنت فعلا متبع لعلي فعلي سني، فأنت سني. سني هذا أوكي. ما نعم. لذلك الآن أنت تعتقد بالتشيع. التشيع هم الذين قالوا الكون والملائكة ونور الملائكة الأئمة صلب من صلب. هذا الكلام اللي كله تحكيه علي ما قاله، هذا كلام التشيع. لا 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 لا، علي قال الكلام، قال الإمام. طيب إذن علي مناقض لكلامه، هو يقول أنا أخطئ وأصيب. أنت تقول هو يقول يخطئ ويصيب. أنا هذا ما ثابت عندي، ثابت عندك أنت. ثابت عن علي مو عندي. لا تجيب لي كتاب هذا الموسوي، ما أدري الموسوي أو فلان أو. أنا ما عندي كتاب ولا الكافي ولا شو يسمونه. إذن من أين نقلت هذا الكلام؟ إيه من وين تجيب؟ لازم يكون عندك رفع. لماذا صدقته؟ والله إذا دخل عقلي ووزنته مضبوط. طيب أنا نشوف هذا يخالف العقل. منو هذا؟ منو يقول لي كتاب؟ منو؟ كتاب علي. أي علي؟ نهج البلاغة. أيوة نهج البلاغة. كم علي عندنا؟ الإمام علي. إيه نعم هذا كتابه وكلام. نهج البلاغة. نعم أنتم قلتم أن هذا كلام علي وهذا نهج علي. وعلي لا 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 هذا أولاً شوف. شوف نحن اللي نعتقد فيه الوحيد الكتاب الوحيد الذي نعتقد فيه هو القرآن. هذا ممكن دخلت فيه دسائس، ممكن دخلت فيه بعض الأشياء الغير معروفة، ممكن إلا القرآن. القرآن الكريم هو هذا بين الدفتين. والكلام الذي ذكرته لنا عن الكون وأن الملائكة والكون مخلوق من نور الأئمة، ممكن هذا كمان محرم أنه ليس بالقرآن. لماذا أنت؟ وين الدليل؟ وين الدليل على هذا أنه محرف؟ لا أنا أعطني الدليل. أنا ألزمتك بمعياريتك، أنت قلت وين الدليل أنه هذا محرف؟ إذا ما يمشي ويا العقل. إيه و... الآن نشوف العقل. ما يمشي مع السنة. إيه نعم الآن نشوف. إذا ما يمشي مع السنة. أنما... إيه ما أنا ما. هل إذا... هل يمشي إن الكون نعم. بعد مخلوق من نور الأئمة وال؟ إيه إيه؟ الآن أنت جئت بدليل جيد. هذا الكلام يوافق السنة. أيوة خلاص إذا يوافق السنة أنا ويا. إذن علي يخطئ. عاد اي سنه؟ السنه اللي جابنا علي ولا دقيقه واحده؟ كم سنه عندنا؟ الو وايد. انت تقول الو ما بابا. انا قلت وايد. احنا هنا بعدنا في الشيء. طب وش الامه والنور وال خير عاطف نوعا ما. منو؟ لا لا انا بعد بعد هنا. انا بعد هنا ما رحت مكان. هو الاخ طيب في في في, في الهايد بارك. اللي في الهايد بارك بس شارب. نعم عند محمود. عند محمود عند محمود هنا. عند محمود يخالف كلامه هذا العقل الذي يقوله ولكن متأثر بالبيئة التي نشأ فيها. صح زي ما قلت شارب العقيدة شارب يعني. ربما هو كثير من النصارى يعني يؤمن باعتقادات ولكن كتابه لا يساعده. الآن أنت جئت. أنا ألزمك. أنا دائما في حواراتي ألزم المخالف بكلامه. أنت قلت هذا الكلام إن خالف العقل ترده، وهذا الكلام ليس مخالف للعقل. ثم جئت وقلت لنا إن خالف السنة فترده، فلا هو مخالف للعقل ولا هو مخالف للسنة. إذا لابد أن تقر بأن هذا كلام علي. خلنا نسمع. خلنا نسمع. تفضل. يقول فلا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. أو مشورة بعدل يعني علي يطلب النصيحة. يمكن أنا أخطئ فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي. ما فهمت شيء. عربية واضحة. علي يقول يا ناس لا تكفوا عن مقالة بحق، قولوا لي إن كان أنا في حق وأنا لم أتبعه قولوه، أو مشورة بعدل. صح يعني صح. من 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 استشار ما خاب. صح. ليش علي يقول هذا الكلام؟ لأني أنا بشر أخطئ وأصيب، فأنا لست في نفسي بفوق أن أخطئ. يعني أنا أكون فوق الخطأ؟ لا، أنا داخل في الخطأ. ولا آمن ذلك من فعلي، يعني أنا من فعلي ممكن يكون في خطأ. لا لا. هذا كلام. هذا نهج البلاغة. مال منو هذا؟ عندك محمد عبدو. إذا تبغوا محمد عبدو هذا هو شرح محمد عبدو موجود عندك. هو هذا شرح محمد عبدو؟ إيه بس إحنا ما نريد الشرح، نريد كلام علي. ألو ألو. والطبعة البيروتية العصرية. وهذا الكلام يقول عنه. ألو. وهذا النص. ألو. هذا الكلام يقول عنه منير الخباز أن نهج البلاغة وحي من عند الله. أوه. إيه نعم نسمعك هذا لأن أهل السنة لا يتكلمون إلا بدليل. لا لا معليش. لا لا أنا أرفض لا لا أرفض أرفض الكلام هذا. أنا أرفضه. بس أنت رفضته على سببين، قلت إن خالف العقل ترفضه. هذا الخباز شو يقول الخباز؟ لا الخباز أنت ملك هذا للتسجيل. أنت ملك بالخباز. أنت الآن ألزمناك بكلامك. أنت قلت لو خالف العقل أو خالف السنة ترده، وهذا الكلام الذي قرأته لك لا هو مخالف للعقل ولا هو مخالف للسنة، إذا لابد أن تقبله. أما أنا أسمع الإخوة الذين يسمعون هذا
كلام منير الخباز في أن نهج البلاغة وحي من عند الله. تفضل حتى نسمع الإخوة. أنت الآن خلفت حق اليوتيوب هذا كلامك. إيه نعم، يعني في كثير من الشيعة إن شاء الله يخرجوا الشيعة يعني يعيشون في، سامحني، في أوهام ما لهم أدلة. ليش تعمم على الشيعة؟ ما أنت ما أعطيت دليل مثلاً على عصمة علي. يقول الشيعة كثيرين. برهنت كلامي. طيب. يقول الشيعة كثيرين، أقول له في شيعة عدة مذاهب، عدة أمم، عدة. إيه نعم. طب يعني أنت وتقول الـ من الاثنى عشرية. أنا الاثنى عشرية نعم. هؤلاء يتبعون العواطف، ما لهم أدلة. عواطف؟ إيه نعم. والدليل أنت الآن أمامنا، أنا أسمعك الآن. كلام يعني بس عاطفتك تقول انه علي ما انت انا وحتى ما تكلم معك شيخ قلت لنا نور الملأ، نور الأئمة هي اللي خلقت نور الخباز. صوت كان يراها مرآة لبناء الله، كان يرى عطفها عطف الله وحنانها حنان الله ورحمتها رحمة الله، كان يرى فيها الرحمة الإلهية بتمام صورها، لذلك كان يحتاج إليها كما هو رحمة انت وش هيك بالاشياء هذه يا سلام؟ لا على الاقل انت ربما عشان تكون معاند غيرك يسمع. نعم توقف خلص. اي نعم الان ضع الصوره حتى يروح الناس. هذا الرجل ربما التسجيل غير واضح، اكتبوا على يوتيوب منير الخباز نهج البلاغه وحي من عند الله، عشرات التسجيلات لمنير الخباز وهو بعمامة سوداء، والعمامة السوداء أنه من آل البيت عند الشيعة، فهو الرجل من آل البيت كذلك على أصل الشيعة لا يخطئ، فهو يقول أن نهج البلاغة وحي من عند الله. لا لا غلط غلط يا أستاذ غلط. نرجع الآن حتى لو هو قال هذه غلط. نعم طيب. من يقول لك الله سبحانه وتعالى مع الوحي اللي أنزله على الرسول فقط؟ لا عندنا بعد كشيعة 12 ما عندنا عد نزل على علي أو فاطمة أو فلان، ما في هالكلام. طيب. بعد وفاة الرسول انقطع الوحي صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي بعد ما في وحي. ولكن هذا يخالف كلام الخباز. لا أبو القاسم الخوئي، وهذا من كبار علماء الشيعة بل من مراجع علماء الشيعة. ما يقول هذا الرجل يقول الصوت. هذا الرجل يقول هو جاء بعد محسن الحكيم، محسن الحكيم مات 1970. المهم هذا الرجل نعم مات 1999 يقول كل من يقول أن هناك قرآن آخر مخالف لأهل السنة أو معنى كلامه يقول هذا كأن به خبل في رأسه أو كأنه مجنون، يعني كأنه يريد يقول أن قرآن الشيعة قرآن السنة واحد. ولكن في نفس الكلام وهذا في كتاب البيان يقول ولكن هناك تنزيل من الله للإمام علي شرح للمراد. أنا أرفض هذا تنزيل. أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا. طيب أطلع من الشيعة معناته؟ ممتاز. لا أنت بدأت تفارق الشيعة في لا ما أفارق، أنا لازلت شيعي جعفري 12. لا هذا غير صحيح. لماذا؟ أنت الكلام اللي تنقله غير صحيح عن طيب. عن الخوئي وعن بالأدلة في تفسير البيان تريد الصفحة ما عندي مال. أنا ما أعرف صفحة 59 نعم. ونحن هو يعطيك الدليل يعني أعطيك الأدلة. أنت تبحث، أنت ما تستطيع ترد الآن، انت تقول لي انا اراجع ولك الحق. انا ما سمعت هذا يعني انا طول طب يعطيك الدليل تقدر ترجع صحيح. وانت لم تسمع ان علي معصوم وتصير انه معصوم، فكلاهما عدم السماع، ففي واحده لم تسمع ان علي معصوم وتصدق ان علي معصوم، وفي الثانيه جئنا لك بالادله انه ليس بمعصوم ولا تريد ان تصدق. هذا عناد يعني، هذا عناد ليس بعده عناد. يعني انت العصمه اللي عند الامام علي ايش احنا نقولها؟ العصمه في لما تقول نحن انتم من الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية. طيب كيف عرفوا العصمه؟ العصمه ما يقوله الامام في الشريعه وفي التشريع وفي الفتاوي في الفتوى وفي نقل السنه. هو ما يقدر يفتي، هو يعلم كيف يفتي. المهم في الفتوى وفي العلم او في ما ينقله الامام، فيما ينقله الامام خليني اقول لك عن الرسول، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ربما لا تعرف تعريف العصمة. تعريف العصمة كما ذكرها صاحب كتاب عقائد الإمامية
في صفحة 94 وهو محمد رضا المظفر من جهابذة وعلماء الشيعة. يقول محمد رضا المظفر نعم ما عندنا إياه هذا ما سامع فيه. أنت المشكلة أنك أنت الذي لا تسمعه تصدقه، والذي نريك إياه بالأدلة وتسمعه تكذبه، هذه المشكلة اللي عندك. أنا أعطيك بالأدلة وبالصفحة. يقول في كتابة عقائد الإمامية صفحة 94 وأظن طبعة لبنان، يقول نعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما. طيب إذن لذلك أقول أنت الآن بدأت تفارق الشيعة في موضوع العصمة. إذن أنت الآن بدأت تقترب إلى أهل السنة، وربما أنا رويت سني. أنا أقول لك أنا سني من البداية، أنا سني ليس بشيعي. جعفر يعني الجعفري الشيعي الاثنعشري يتبع منه، يتبع سنة الرسول صح ولا لا؟ أي نعم، ولكن عن طريق مين؟ عن طريق علي. يلا هذه الكلمة، هذه الكلمة اللي مسوية المشكلة، هي الكلمة هذه اللي مسوية المشكلة أنه الشيعة يعني. لا نحن نقول لك سني عن طريق علي، وإلى الآن ما جئتنا عن طريق علي أن علي معصوم، ما جئتنا بهذا. أنا أقول لك الرسول يقول أنا ما علي، إحنا العلي ولا الرسول؟ أنت قلت يعني علي ولا الرسول؟ الرسول، الرسول شو يقول عن علي؟ شو قال عن علي؟ أولا قال يعني بما معناته الحديث هذا حديث الكسى. شو يقول حديث الكسى؟ ذكرني فيه. أنا أقول اسمعني أخي، حديث الكسى شو يقول حديث الكسى؟ طيب أنا أقول لك حديث الكسى، لكن اسمعني أخي الكريم، أنت الآن مخالف لمنهجك، كنت جعفر الصادق نقل من علي صح. علي ما عندك دليل نقل من النبي أن علي معصوم، أنت الآن مخالف لجعفر الصادق، وأنت الآن تتهم جعفر الصادق. الحين الأوقات مو لازم أخذ عند علي يا أخي، الله بعد عند الرسول بعد ممتاز. إذن السنة ما نقلها علي، هناك من شارك علي في نقل طبعا السنة. طبعا الله ما اختلف فيك، أنا ما اختلف فيك. إذن عندما قلت أنا أوالي علي لأن علي نقل السنة، أصلا تقول أنا أوالي عائشة لأن عائشة كذلك نقل السنة صحيح. إذن أنت توالي عمر نعم اسمع، وتوالي كمل مثلا أبو بكر وعثمان وعلي ومعاوية وكلهم هذا. أي نعم، فإذا أنت توالي لا لا لا, لا 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 هنا في اختلاف، وصار اختلاف يعني معناته الكل. فما صرت أنا أشايع شخص. لما تشايع شخص شو معناته تشايع؟ قلت تتابع واحد. ما معنى تتابع؟ قلت أنه نقل لي السنة. أيوة هو هذا الشخص اللي أنا أخذ السنة من عنده. أي نعم تمام، وما جئتنا بالسنة من عنده إلى الآن. معليش بس في من أفضل منه وفي من أعلم منه. من علي طبعا. من أفضل من علي وأعلم منه؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من هو الأفضل بعد النبي؟ الرسول هو الأفضل بعد النبي. من هو علي بن أبي طالب؟ ليست فاطمة. لا مو ليست فاطمة. ممتاز، إذن علي نقل من النبي طبعا مو هي؟ نعم. هل هناك من يعني من دون علي نقل من النبي غير الإمام علي؟ إيه نعم غير الإمام علي. ممكن يكونوا في لو ممكن أنت الآن قلت عائشة روت الحديث، شو ممكن؟ إذا أنت تقول عائشة روت الحديث ممكن، أنا ما عندي هذا، ما مطلع على هالكلام. واطلعت أن علي نقل هذا الحديث؟ أين دليل أن علي أن علي معصوم، أن النبي قال أنا معصوم؟ أقول لك الرسول في السنة النبوية، إن نقلها من؟ علي؟ اللي لا. نقلها علي، اللي نقلها علي ما في دليل. قبل أن ينقلها علي ما كانت سنة نبوية؟ إيه بالتأكيد. ناخذ كلامنا من علمي مو عند الرسول. اي نعم بالتأكيد. الرسول شو قال في حديث الكسى؟ اي نعم مباشره. إيه نعم. بدون واسطه الحين. اي نعم صحيح. شو اللي قال؟ اي نعم قال وطهرهم تطهيرا. لا ما قال هي، قال النبي هؤلاء اهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس. نعم. شو الرجس؟ شو دخل الرجس؟ وطهرهم تطهيرا. طيب ماذا يقول جعفر الصادق في الرجس؟ ألزمك بكلام جعفر الصادق وبكلام الباقر. لا 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 يقول لا ان لا الرجس الشرك. الشك شيل في القران. طيب كل كلامي بالادله في القران. في القران جيب لي من القران. أنت بدك تستدل علي، أنت الذي تأتي من القرآن، أنت الآن بدك تستدل على مسألة الرجس، والرجس يقول جعفر الصادق والباقر أن الرجس هو الشك. أنت الآن خطأت جعفر الصادق. ما خطأتهم، ليش خطأهم؟ طيب أنت تأخذ بكلامي من؟ جعفر الصادق؟ أنت لا تقول لي لا تلف الدور. لا لا يعني ما نضيع في الـ في الـ في شو اسمه. نبدأ واحدة واحدة. إيه إحنا نقول السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من نقلها؟ علي؟ خلنا قبل أن ينقلها علي. طيب. من عند الرسول، ناخذ من عند الرسول. طيب. في أشياء يعني ما نقدر نحصلها، ما موجودة في القرآن مثلاً، وما موجودة عند الرسول، ما جاء به الرسول. وأنت قبل شوي قلت إحنا لا نقبل بكتاب إلا القرآن. طبعاً طبعاً القرآن. الآن بتقول في أشياء ما جاء بها القرآن. لا استغفر الله. إيه إحنا ما توصلنا لها، يعني الإنسان إلى اليوم إلى بكرة نحن في أشياء كثيرة ما توصل لها المسلمين. طيب النبي توصل لها؟ ها؟ النبي توصل لها؟ توصل لها؟ قالها في أحاديث؟ طيب كل من النقل الأحاديث؟
النبي توصل إلى القرآن وختم القرآن وقال إني جعل لكم أن هذا فرض حجة الوداع خلص يعني ما اليوم أكملت لكم دي. أيوة هذه انتهى الموضوع فيه وأتممت عليكم نعمتي خلاص يعني القرآن كامل عند الإسلام عند الرسول وعند الإمام علي وعند الأئمة ما في نقص ولا في زيادة ولا في نقصان كامل ما في ما في يعني لا بس أنت أنا نقصت علي علي ما قال بل عائشة التي روت الحديث اللي انت تشد فيه على العصمة ما رواه علي اذا علي ما انت الدين انت تقول روت عائشة انا اقول لك الرسول انا الرسول انا الرسول اللي قال هو نعم. هو اللي قال الحديث هذا بس علي ما قال ما علي ما نقل من النبي هذا نقل ما نقل مو مهم عندي لا مهم لا لا لا, لا. انا اقول لك المهم عند الرسول ايه الاسم اللي نقول من الرسول ما هو مهم كيف اللي نقول من الرسول ما هو مهم لا مو مهمة الرسول أهم شيء الرسول عندي أنا ما عندي أهمية من أنا أسأل هل هو مهم المهم الرسول هل علي أقل من الرسول طبعا ومهم علي أقل من الرسول الحين بس مهم مهم طبعا خلاص يبقى هناك من دون النبي وهو مهم طبعا ما تقول لي ما هو مهم لا. الآن هؤلاء الذين من دون النبي وهم بالنسبة لك شريحة كبيرة كبيرة من المسلمين ومن الصحابة ومن التابعين طيب. ومن منهم البيت ومن غيرهم منهم عائشة التي نقلت هذا الحديث فأنا ما أدري إذا هي نقلتها أو ما نقلتها ما أدري علي لم ينقل هذا الحديث ما نقله علي أنا حين أقول لك ما على النبي علي أنا أقول لك ما لنا شغل بعلي لنا شغل بالرسول طيب إيه تقولي عائشة روت الحديث أين أنا أقول لك حتى علي حتى لو علي روى الحديث ما روى علي كيف تقول لو روى أقول لك حتى ولو تقولي عائشة لا أنا أقول علي ما نقل هذه السنة ما السنة ناقصة التي نقلها علي أنا علي ما لي شغل فيه أنا علي الرسول تتابع علي كيف لك شغل فيه أنت ما تقول الرسول قال الحديث هذا ولا الحين انا الزمك الحين الرسول قال الحديث هذا ولا ما قال اي نعم قال خلاص انتهى الموضوع طيب هل هذا الحديث دليل على عصمة علي مو مشكله اذا قال الرسول نرجع لتفسير هذا الحديث اي نعم نرجع مين يفسر هذا الحديث اي طيب الان مين نقله اللي نقوله خلي كل الصحابه نقلوه لا ما نقول كل الصحابه مو احتمال انت الان دينك هذا مشكله الشيعة لا دينكم الشيعة على الاحشيه يعني. طيب مشكله الرافضه الرافضه اي نعم دينكم بنيتوه على الاحتمالات مو باحتمالات ليش احتمال انت قلت احتمال نقله هو احتمال تقول ايه لا يعني انت ما كثابت في دينك تقول احتمال انا الهم المهم عندي في الحديث هذا انه رواه الرسول طيب بعدين مين اللي رواه مين اللي نقله من الرسول سؤالي لك هل هنا طيب هل في انسان نقله من الرسول طبعا في ناس رواه عن الرسول انا ما سالته في من نقل هذا الحديث عن الرسول في نعم هذا الذي نقل هذا الحديث عن الرسول معصوم معصوم اذا عائشه معصوم رجعوا ايوه خليها ما عندي دليل هذا انت قلت الان الدليل قلت اللي نقل هذا الحديث عن الرسول معصوم هل كل من ينقل عن الرسول حديث معصوم انا ما اقول هيك انت اللي تقول انا ما اقول هيك نبدا من الاول الذي نقل هذا الحديث عن الرسول سالتك هل هو معصوم قلت نعم لا اذا اخطات في الاولى لا اله الا الله وين ما انت ما سالت وجود في التشريع ما عليك انت شو قلت لي الذي نقل هذا الحديث عن الرسول يعني هل هو معصوم هذا معصوم قلت نعم انا قلت لك بالهذا اللي قلت لك واحد في معصوم وفي غير معصوم والله ما سالتك انا اسال عن هذا الحديث حديث الكساء نعم الذي نقله من النبي سالتك هل هو معصوم نعم قلت نعم نعم اذا عائشه معصومه فهي التي نقلت هذا الحديث عن النبي صحيح هل كل من ينقل على الرسول حديث يصير معصوم على كلام السنه لا على كلامك نعم لا انا اقول لك لا بس قلت نعم انت اللي تقول الحين انت تقولني شيء انا ما اقوله نبدا من الاول الذي نقل حديث الكساء من النبي ورواه نعم هل هو معصوم فكر مشكلتك انت لا 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 مو عند ما عندي مشكله الا روى الحديث عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم عندي انا في عقيدتي معصوم اي نعم روى. طيب الآن ألزمك بما أن الذي روى حديث الكساء عن النبي لابد أن يكون معصوم فنبحث من رواه وجدنا عائشة فلابد أن عائشة معصومة على كلامك لا 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 هذه أنت تقول هذه وجهة نظر أنا أخالف لهذا الوجه أنا أعيد كلامك في وجهة نظر لا أنا ما أنا أقول لك إلا روى يعني أنا أسألك هل كل من يروي عن الرسول معصوم؟ ما استمتع شجبنا احنا نقول ابو بكر ليس معصوم عائشة لا 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 احنا انا اسأل شوف اجاباتنا واضحة اهل السنة اما انت كلامك انت تقول بما ان مثلا هذا اللي روى الحديث معصوم لا. يعني عائشة معصومة انت هل تقول انت تقول كلام انت يبدو انه ما تفهم كلامك وعيد مرة اخرى هل الذي روى هذا الحديث عن النبي معصوم؟ انت تقول نعم انا اقول لا لا صبر انا سنتي اللي اتبعها سنتي اللي انا اتبعها تقول لي هذه السنه
ان من يروي من روى هذا الحديث هو معصوم. طيب الان جئت بشيء جديد قبل هذا الدليل ان السنه تقول من يروي هذا الحديث فهو معصوم، هذا ما لك عندك ما له دليل ابدا عندك. انا ألزمك، هل السنه قالت من روى هذا الحديث عن النبي معصوم؟ انا اقول لك انا هذا الحديث انا من اين الـ انا من اين جئت به؟ الا وصلني هذا الحديث، وصلني عن طريق عائشه، عن طريق الامام جعفر الصادق. جعفر نقله ممن؟ جعفر نقله عن ابنه وعن الرسول. لا لا، بين الرسول وبين الائمه عائشه والحسن. على عائشه لا لا، الحسن والحسين ما كانوا موجودين ائمه. هذا هم رووا هذا الحديث الحسن والحسين؟ اكيد رووا. الان تقول اكيد ما ادري، يمكن رووا ما رووا ما ادري، بس اكيد هم هذا يعني. هذه مشكلتكم يا شيعة. وين مشكله الشيعة؟ هذا احنا اقول لك نحن هذه السلسله، هذه ال 12 امام سلسله مفتوره. انت في وجهه نظرك احترمها. لا انت تقول انا احترم وجهه نظرك. هذا كلامك انت تقول عائشه روت الحديث، اين اتصال الحديث؟ انت ليش انت لماذا يعني تزحم عائشه في هذا الحديث؟ لانه ما في في من غير عائشه. ام سلمة اترك عائشه. لا لا، وحتى ام سلمة ليش؟ انا ام سلمة مش امام. إيه؟ انا اطري لك الائمه. طيب انا اجيب لك الائمه اين فقط. كلام الامام ان النبي قال انت معصوم او روى هذا الحديث؟ كلام واضح. يعني الإمام الحسن أكيد روى الحديث هذا. أنا ما يهمني أكيد، أنا أقول هل الإمام علي اللي هو أفضل من الحسن والحسين؟ طبعا. لماذا نذهب إلى الحسن والحسين وأنت عندك علي أفضل منهم؟ صحيح. أين من كلام علي أن النبي روى هذا الحديث؟ ما كانش. كن واضح، قل لي ما أعرف هذا. الآن الذي شاهد يقول أن هذا الرجل يدافع يعني عن أمره، وهل ما له أدلة؟ قول لي ما تعرف، ما في شيء. لا ليش ما اعرف؟ انا اقول لك انا هذا الحديث عندي انا 100% اعتقد فيه، لانه مروي عن الائمه سلام الله عليهم. من الذي رواه؟ عائشه. هل هي عائشه امام؟ الان انا اقول لك ائمه. هل فاطمه امام؟ لا، ما دخل امام في امام. انا اقول لك هل فاطمه معصومه؟ نعم معصومة فاطمة، وليست بإمام. مو شرط أن الإمام لابد يكون معصوم. وعائشة على كلامك ليست بإمام، فهي معصومة على كلامك. لا أنا لا تقحمني أنا في موضوع. أنت قلت من ينقل هذا الحديث عن النبي معصوم. لا 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 لا، نعيد من الأول. لا اللي نقل في سنتي أنا، في اعتقادي أنا. شو اعتقادك؟ هذا كلام منقول من النبي مهم؟ إيه طبعا. الذي ينقل هذا الحديث حديث الكساء عن النبي، هل لابد أن يكون معصوم؟ لا. الله أكبر، ممتاز. إذا عائشة روت الحديث، فعائشة ليست بمعصومة. صحيح؟ صحيح. ربما أخطأت في الحديث. صحيح. فكيف تجعل لعلي عصمة والحديث أصلا مشكوك فيه؟ ربما أخطأت. فدليلك ظني في إثبات عقيقة عصمة علي. شوف، فبالتالي مع أنه غير كلامه في البداية كان يقول لا 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 لا، رجعتني لعائشة، رجعتني لعائشة، لأم المؤمنين عائشة. وأنا أقول لك أنا السنة الذي أتبعها من الإمام علي والأئمة المعصومين. الإمام علي والأئمة المعصومين، يعني ما في نساء في الموضوع. طيب. لا أم سلمة ولا عائشة ولا هل علي روى على النبي الخمس؟ يعني نطلع من الموضوع هذا. سنة، كلها سنة. أي. أنت الآن الخمس سنة ولا ما هو سنة؟ الخمس مش سنة، واجب شرعي. الله أكبر، كمان واجب. واجب، واجب شرعي. هل علي نقله؟ والله علي نقله، ما نقله يمكن ما نقله. والله لا فعله ولا نقله. صبعك حتى. صحيح صحيح، كلامك صحيح. وأين واجب؟ واجب ارتأت الأئمة. أنا عندي 12 إماما، مو بس الإمام علي بس إمامي. هؤلاء الأئمة ينقلون ممن؟ أنت تقول سنة يشرعون؟ لا ما يشرعون. هذا الخمس جاء من أين؟ من النبي؟ والله في هذه في شو الآية؟ قول لي الآية، حافظنا أنت أكيد حافظنا. يا رجل أنا خريج علوم الأدوية. بس الآية شو؟ ما هم أنا أريد أدلة. عندك أدلة تثبت دينك؟ وما غنمتم به شيء فخمسه لله ورسوله، هذا الآية اللي موجودة في القرآن. طيب لله وللرسول. أي. وين أهل البيت هنا؟ ولد القربة وكذا، في طيب. شيء كذي. ممتاز. الآن هل أنت تخمس الأرباح؟ طبعا خمسهم. أين الدليل من الآية؟ هذه في الغنيمة. هذا غنائم، أنا لما أشتغل أبيع وأشتري أرباح. هذه إيه؟ خلينا نفهم، أنت تقول البيع والشراء غنيمة. طبعا. الله أكبر. على كلام من؟ من من علماء الشيعة، ما أبي سنة، ما أدري من علماء الشيعة، أن إذا أنت تروح تشتغل غنيمة. وأحل الله البيع وحرم الربا. صح. حلال يعني مش غنيمة. الغنيمة شو الغنيمة؟ بعد الحرب تأخذ الغنيمة. زين الحين أنا لما أروح إلى بنك مثلا، عندي مشروع في دولة كافرة،
وحصل فلوس من هذا المشروع. بهاج الدولة الكافرة حصل مصلحة. هي غنيمة. ما أدري والله شو تسميها هذه. فائدة. أنا أسأل أنت ربح. تقول الآن طيب أنا لو سرقت مال غنيمة؟ لا. الله أكبر. الأصل أن يكون هذه أقرب، لأن الغنيمة تؤخذ بالغصب في الحروب. يعني السرقة. هذا تفسيرك أنت للموضوع. هذا تفسيره. لا هذه الغنيمة. أنت الآن تقول الغنيمة. الغنيمة بس هي في الحرب إذا واحد راح هجم على قرية وعلى إيه؟ وأخذ الغنائم هذه بس الغنائم. إيه؟ ما في شيء بعد في. إيه؟ واللي تكون بالرضا ثم في. اللي في إيش؟ بالرضا يعني عطوها من أنفسهم، هذه تكون في من الأنفال. المهم هذا. المهم. لا لا. أين أنت الآن الشيعة؟ الكفن تخمسه، الفلوس الحج اللي تذهب بها الحج تخمس. لو اشتريت سروال للصلاة تخمسه، هذا من أين؟ من أين هذه الأخماس؟ هي الأخماس هذه أنا أقول لك ارتأوا. من الذي ارتأى؟ ارتأى علماء الشيعة مو الأئمة يعني؟ يمكن ما الأئمة كان في عهد موجود أو في لا في عهد الأئمة موجود. لا لا أطمنك يعني في عهد الأئمة. في عهد من؟ يمكن في عهد الإمام جعفر الصادق. من أين أخذ جعفر الصادق؟ يا أخي جعفر الصادق هو مدرسة يا أخي يستنبط الأحكام. أنا مدرسة. آه. يستنبط الأحكام. اصبر اصبر واحد واحد. يعني إذن هو يجتهد. يجتهد. إذا ليس عنده وحي. لا ما عنده وحي. هل في اجتهاد يخطئ ويصيب؟ لا عندنا الأئمة إحنا إذا اجتهد بعد ما يخطئ. طيب إذا لماذا يحتاج أن يجتهد؟ ما دام كلامه حق لماذا يجتهد؟ هو يعني الاجتهاد للإنسان الذي كيف اجتهد هو؟ كيف اجتهد الإمام لما جاب الفتوى هذه؟ يعني هو راح دور كتب وطلع بحث سوى بحث هو يعلم. إذا ما يجتهد العلم ينافي في الاجتهاد. ليش؟ عنده علم هو ارتأى كعالم. إذا خطأ تقول أنه اجتهد. أوكي خطأ. طيب ما اجتهد. الآن وحي لابد أن يكون وحي. هو وحي. من أين جاء العلم هذا؟ آصف بن برخية. تعرف آصف بن برخية؟ والله ما أعرف. ولا شو آصف بن برخية؟ آصف بن برخية في القرآن قال قضية. والله ما همني آصف. لا خلي أقول لك إياه. آصف بن برخية لما نبي الله سليمان سأله قال له جيب لي عرش بلقيس من اليمن، هو كان في فلسطين. هذا في السنة ولا في القرآن؟ هذا في القرآن. في القرآن. اسمع خلك أن تأتي لي ببرخية هذا في القرآن. ما موجود في القرآن هذه. طيب القصة 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 هذه موجودة ولا موجودة في القرآن؟ ما هي موجودة في القرآن. إلا جاب عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين موجودة. بلخية هذا؟ ها؟ بلخية. كان شخص عنده علم من القرآن. عنده علم من القرآن. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك. أحسنت رحم الله والديك. والديك. هذا منو هذا؟ هذا منو هذا؟ في تفسيرين. في شخص هذا عنده علم من القرآن. وقيل أنه جبريل عليه السلام. عنده علم من القرآن. شو يعني من؟ من أين جاء هذا العلم؟ يا الله لحظة. عنده علم من القرآن ومن في اللغة العربية يسمونها من التبعيض. من مش الكل. عنده هذا علم من القرآن جاب عرش بلقيس من اليمن إلى الشام. طيب ممتاز. هذا العلم من أين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. من تقول من القرآن؟ أنا أقول لك هذا العلم من الله سبحانه وتعالى. يعني وحي ليس من القرآن. والله ما أدري وحي نزل عليه الله. هذا أنت قلت من التبعيض. من الله وحي. هل هذا من الله أم من القرآن؟ لحظة خليني أقول. الحين هذا الإنسان اللي هذا عنده هذا العلم. اللي عنده هذا العلم. سؤال هو وحي. سؤال الآن هذا العلم اللي عند برخية من القرآن؟ والله مشكلتكم أدلتكم. لا مو أنت لا تقول لي مشكلتكم. مشكلتي انا اي ما شيعي الفكره هذا من اين مشكلتي جيبك. مشكلتي انا لا إيه بس هذا معتقد شيعي اللي عندك اي مشكلتي انا بس مشكلتي. انت شيعي مو هي